أهلا بكل متابعين فيتو. سنة 2024 السنة الجديدة اللي كل الناس مستنياها، الحقيقة هتكون مليانة بالتحديات بس كمان مليانة فرص. بس المهم ان احنا نكون مستعدين، ان احنا نكون اكثر انفتاحا على الاخرين، ما نقفلش على نفسنا، نكون مستعدين نتصرف بإيجابية خلال السنة الجديدة، ونفتكر ان كل تحدي هو ممكن يكون فرصة جديدة لينا للنمو وللتغيير. مواليد السرطان في سنة 2024 بشوف انه دي سنة تعتبر هي سنة البنى والتخفف من كل الاعباء اللي ممكن تكون عندكم ان شاء الله. مواليد السرطان تعتبروا من اكتر الناس اللي عندهم حظ السنة دي، ولو بدأنا بالناحية العاطفية وبالحياة العاطفية هنلاقي انه مواليد السرطان المتجوزين عندكم هدف مهم ووحيد في حياتكم، انكم تستمتعوا بحياتكم الزوجية. هتقفلوا الباب في وش كل حد مزعج او كل حد بيحاول يتدخل في حياتكم مع شريك حياتكم. بس في اول السنة الحقيقة وفي اخر السنة يعني بتكون دايما الشمس في مواجهتكم، فدي بتخليكم عرضة للمشاكل او لشوية خلافات زوجية، بس ده في اول السنة وفي اخر السنة، اول شهر في السنة واخر شهر في السنة. لكن بقيت السنة كلها ان شاء الله فيها تفاهم ورغبة في انكم فعلا تستمتعوا بحياتكم مع شركاء الحياة، ويبقى فيها تفاهم اكتر، وانتوا هتكونوا مدركين لأهمية التوافق والتواصل اللي يربطكم دايما بشريك حياتكم. فبس خدوا بالكم او ما تسيبوش نفسكم لحساسيتكم تكون مبالغ فيها في اول شهر وفي اخر شهر في السنة، لان انتوا بتميلوا للمبالغة احيانا في القلق، في المبالغة في حساسيتكم، فده اللي ممكن يتسبب في مشاكل. فحاولوا تاخدوا الامور ببساطة خصوصا في اول شهر واخر شهر من السنة. بالنسبة للي مش مرتبطين، اشوف انه مواليد السرطان انتوا عندكم استعداد السنة دي سنة 2024 انكم تسمعوا بس لقلبكم. هتحاولوا انكم دايما تحكموا مشاعركم الحقيقية في اي علاقة. عندكم استعداد انكم تدخلوا في تجربة حب، وعايزين عندكم رغبة في الحب فعلا، وحتى لو كانت علاقة حب غريبة او مختلفة، ممكن تكون علاقة حب صادمة للي حواليكوا، لكن انتوا مستعدين انكم بس تسمعوا صوتكم الداخلي ومشاعركم حتى لو ده كان ضد الاخرين. فيعني اشوف انه هتقدروا انكم توصلوا للي انتوا عاوزينه، لان عندكم صدق مع نفسكم جدا وصدق مع مشاعركم، وعندكم استعداد كمان انكم تظهروا اهتمام بالشخص اللي انتوا بتحب يعني منجذبين ليه، او اللي عايزين تعملوا تربطكم بيه علاقة عاطفية. بس اهتموا اكتر بانكم تسمعوا زي ما بتسمعوا لصوتكم الداخلي، اسمعوا كمان للشخص التاني وللطرف الاخر. بالنسبة بقى للحياة المهنية والحياة المالية، او يعني الناحية المالية، بشوف انه رغم انه ممكن يكون في شوية احباط في الشغل، لكن يعني اشوف انه برضو في نجاحات، يعني حتى لو في اول السنة في شوية احباطات او شوية استفزاز في الشغل، لكن هي برضو فترة مش ما فيهاش نجاح، لا فيها برضو نجاحات. تقدروا انكم تحصلوا على التقدير لكل عمل بتعملوه، وممكن يبقى فيه يعني طول السنة فرص انه يكون فيه مكافآت مالية على جهودكم،
كمان وجود زحل ونبتون في منزل الحظ الحقيقة طول السنة بيساعدوكوا جدا انكم تتعاملوا بنضج اكتر مع الزملاء في الشغل او الرؤساء في الشغل، وتعرفوا انكم تعبروا حلو عن افكاركم وتحطوا اساس قوي لنفسكم في مجالكم المهني، وتستفيدوا كويس، هتعرفوا تستفيدوا كويس خلال السنة دي من كل خبراتكم من كل حاجة حققتوها في حياتكم المهنية. فإن شاء الله نجاحكم ممكن يبقى مدعوم جدا بوجود أورانوس والمشتري الاتنين في وضع داعم، كمان مش بس زحل ونبتون اللي في وضع داعم، لكن كمان أورانوس في منزل المشروعات والمشتري في منزل المشروعات لغاية يوم 25 مايو. فكل ده هيدعم مشاريعكم، لو عندكم مشاريع خاصة هتقدروا تعملوا تنمية لمشاريعكم، في أعمالكم برضو تعرفوا أنكم تعملوا تنمية لأعمالكم. فأشوف أنها سنة كلها نقدر نقول أنها بتدور حوالين الإنجاز، وأكيد هيكون في يعني فوائد ونفع جدا هيعود عليكم من كل حاجة بتعملوها في شغلكم خلال السنة دي إن شاء الله. بس نصيحة واحدة لازم يعني أقولها لكم، إنه ابتداء من يوم 20 مايو خدوا بالكم إنكم هتكونوا دي بداية إنه تبقى سهل تصابوا بالحسد، ده ابتداء من يوم 20/5/20 مايو. فتبدأوا من أول التاريخ ده لغاية آخر السنة تعملوا عشان تعرفوا تستفيدوا من الوضع الفلكي الداعم ليكم. الشرط الوحيد انكم من اول يوم 20/5 تبدأوا تعملوا كل حاجة في سرية وكتمان، تشتغلوا في صمت، ما تعلنوش خططكم، وتبعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم. يعني دي كل ده بس الحاجة الوحيدة اللي اقدر اقول لكم خدوا بالكم منها بس. وقلنا اول شهر واخر شهر تاخدوا بالكم من حقوقكم كمان، غير المشاكل الزوجية، لكن كمان مهم تاخدوا بالكم من حقوقكم في الشهر الأول من السنة وفي آخر شهر في السنة. إن شاء الله هتكون سنة حلوة معاكم بإذن الله، بس تاخدوا بالكم من كل اللي قلناه، وكل سنة وانتوا طيبين.